السلام عليكم اخوتي اخواتي، هاني لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. جيناكم ان شاء الله في فيديو جديد، فيديو ان شاء الله اللي غادي يكون كيهتم او حول البطن السفلي. يعني غنحاولوا نخدموا على البطن السفلي و lower abs، او نقولوا احنا اسفل البطن، اوكي، في هذه المنطقة. هذا المنطقة اللي تقريبا نقولوا احنا المشكلة الكبيرة عند بالنسبة للرجال ولا النساء. بالنسبة للنساء خصوصا النساء اللي عندهم اولاد، يعني بحكم الولادة وهذا الشيء، فبيكون ارتخاء في اسفل البطن خصوصا كما قلنا احنا بعد الولادة. بالنسبة للرجال عادي، هذه المنطقة هي اللي معرضة كثير لتجمعات الدهون. كيتجمع فيها الدهون، أول شيء كيبتدي بالبطن السفلي، الخواصر والجوانب، هذا أول شيء بيبتدي فيه، يعني تجمع الدهون أو تراكم الدهون كما نقولوا احنا. فاليوم إن شاء الله غادي نخدموا عليه، إن شاء الله يكون عندنا الفيديو كما قلنا اللي غادي الغرض منه هو شد وإبراز عضلات البطن، والمهم عندنا هو تنحيف البطن، أوكي؟ في عندنا خمس تمارين غتكون مركبة تمارين كلها تمارين البطن. أول شيء قبل ما غنبتدي غنسخنوا الجسم ديالنا، تسخين الجسم، أوكي، أول شيء. وبعد ندخلوا في التمارين الرئيسية اللي هي خمس تمارين اللي غتشوفوا اللي غتكون هذه قاتلة للدهون 100%، أوكي. خلينا نبداو، أول شيء نسخنوا الجسم ديالنا، أوكي، تمارين التسخينات. حاول ان نعدوا لين 10 عدات ولا 20 عدة. اوكي، نغير للامام الهاي نيز. دائما لازم نهيئ الجسم ديالنا للتمارين، نحاولش نعمل التمارين بلا تسخين بلا اطالات. كنقولها كل مرة وكنعيدها، لان تعرضكم لاصابات اللي غادي توقفكم على التمرين مدة طويلة، اوكي؟ طارو نفس. اوكي، جابن جاكس ان ذا فرونت. اوكي، هذا 4 تمارين اللي سخنا بهم. نحاول الحين نعمل حركات الاطاله، اوكي، نجهزوا الجسم. حاول تحت الجنب الثاني. اوكي، نغير الجهة الثانية. حلو، نبداو في التمارين اللي تكلمنا عليهم اليوم. لو لاحظت انا تمارين البطن السفلي كلها تمارين اللي غادي نشتغلوها، ما نحاولوش نشتغلوا الفوق لان هذا ليس البطن السفلي بس العلوي، اوكي. يلا، اول تمرين غادي يكون عندنا هو هذا، ان الرجل تكون امام والورا، اوكي. اوكي، يلا نبداو التمارين ديالنا. دائما تركيز في التمرين. ثاني تمرين اللي غادي يكون رجل مجموعين يطلع لفوق بهذه الطريقة، اوكي.
دائما نركز على النفس. حاولوا القناع، حاولوا دائما هذه التمارين. الناس اللي مبتدئين يخليوا الفرق بين التمرين والتمرين وقت اطول. احنا خلينا بس 15 ثانيه، ممكن يخليوها لين 30 ثانيه لين ترتاح عضلات البطن عندهم. بالنسبه للناس غير المبتدئين قدروا عادي، هذه تمارين طباطا يعني اللي بتكون فتره الراحه يعني قليله، اوكي؟ فبيكون يعني ضغط كبير على عضلات البطن، فهذا بالنسبه للناس المبتدئين صعب شوي، اوكي؟ حاول دائما تكون تخلي الوقت اكثر في الراحه بالنسبه للمبتدئين. غير المبتدئين مفيش مشكله، اوكي؟ تركيز في التمرين دائما. حاول نلف السيركل. خلصنا اول مجموعه اللي تتكون من 5 تمارين، نحاول ان نخلص هذه 5 تمارين، ان نعملوا اطالات للبطن ونرجعوا نعملوا ثاني جوله، اوكي؟ اوكي خليها بهالطريقة تكون أحسن. الجهة اليسار مع النفس العميق دائما في الإطالات وفي التمرين، دائما النفس. بهالطريقة ونرجع. نرجعوا مرة ثانية للأمام. اوكي لليسار لليمين، اوكي نعيدوا التمارين مرة ثانية. 5 تمارين اللي عندنا، دائما نحافظ على النفس، دائما مع التمرين النفس ما يوقف. لاحظوا معي دائما
دائما تركيز. حاول اخذ نفس عميق دائما، اخذ اكبر نسبة كمية اكسجين. اوكي، ثاني تمرين عندنا. لو لاحظتوا ممكن بتسمعوا النفس كيف بشتغل بيه. شهيق زفير. ثالث تمرين الحين. اخر تمرين غيكون عندنا اللي هو بيكون سيركل. لا، التمرين اللي بعد، سامحوني. لاحظوا عن النفس ما بيوقف دائما. بقينا تمرين واحد. صراحة التمارين اللي مشي سهلة، التمارين اللي صعبة، وتحس بالشد في البطن ديالك، خصوصا مرات لا كنتي شديتي على من اللي عطيتيهم تمارين مثلا مدة ديال التمرين أكثر من 30 ثانية، وممكن تعملها لأن تخليها لين يمكن 40 50 ثانية. صراحة كتحس بشد يعني شد في البطن، هذا اللي كيخلي البطن قوية 100%. كيخليها في نفس الوقت كما قلنا مشدود، البطن مشدود، يعني كل حتى لو كانت كبيرة ومدللة كتشد. طبعا التمارين لوحدهم ما كيفيدوش، عشان ما يتسماش عندنا الكذب، يعني احنا ما نحبوش نكون عندنا الكذب. التمارين هي تقريبا 50%، بس الاكل، في عندك الاكل، في عندك النوم يعني بلي هذا كيلعبوا دور كبير. فمع التمارين غيعطوك نتيجة يعني تقريبا اللي خرافية، بس لو كنت انت ماشي على الاكل الصحي، يعني النوم في الوقت مش تأخر النوم، لان قد ما اخرت النوم قد ما جسمك بيفرز هرمونات وبيخلي الجسم بيجوع اكثر واكثر واكثر. احنا ما بدنا على الجسم يجوع بالليل، لان لو جاع بياكل السويت او الحلويات او السكريات. احسن انه يكون تمريننا في الوقت، نومنا في الوقت، الاكل بعد يكون مرتب، اكل صحي 100%، يعني مش دايت. شيلوا لنا فكرة الدايت، اكل صحي مع هذا التمارين، خمس تمارين قاتلة، شد، حرق دهون، في نفس الوقت ابراز عضلات البطن السفلية، وهي اصعب عضلات في الجسم، صعبة انها تطلع الى الناس اللي ماشيين على نظام غذائي صحي وليس
ريجيم. اوكي، لان الريجيم فكره الريجيم كم تعمله؟ شهر شهرين ثلاثة اشهر خلاص بتحس بالملل والتعب. اوكي، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذه التمارين، التمارين اللي كتركز 100% على الجزء السفلي. احنا ما شغلناش الجزء العلوي بالمره، شغلنا يعني الجزء السفلي هو الفي لاين. لو تعرفوا ان الفي لاين اللي بتكون تحت، وهذا الجهه السفليه اللي بتكون فيها يعني حسب 6 باك ولا 8 باك. لو قلنا 8 باك بتكون فيها يعني العضلتين تحت، يعني اثنين عضلتين السفليه والفي لاين، مهمين كثير. هادو بيساعدوك حتى في القفز، في الجامبين، في الجري، بشكل كثير. قد ما كانت البطن اقوى خصوصا البطن السفليه، قد ما الجسم بيكون نشيط وقوي، ويكون عندك يعني كيف نقولوها، يكون عندك يعني القوه والاندورانس في التمارين، يعني تاخذ مده طويله في التمارين يكون عندك القوه. شكرا بزاف، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، طولت عليكم في الفيديو، اتمنى ان شاء الله نشوفكم فيديو اخر. السلام عليكم مره ثانيه، باي باي.